اي هشام الشيخ يسمعك. اهلا يا هشام. السلام عليكم. هلا حبيبي يا غالي. الله يمسيكم خير يا عم. اهلا بكلمه اهل مكه يا تاج راسي. هشام اسمعنا من الجوال تكفى. الله يحفظك ويسر امرك ان شاء الله. اسال الله يبارك لك يا هشام ويحفظ بيتك واولادك واهلك ويجعلكم سعداء ويحفظكم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين. امين. ولا يدع في بيتك مريض الا شفاه، ولا مبتلى الا عافاه، ولا ضعيف الا قواه، ولا صاحب حاجه الا اعطاه. يا رب يا رب. جزاك الله خير. والله هذا ما حبيت ان اسمع منك واسمع صوتك. والله يحفظك ويجعلك ان شاء الله. اللهم امين حبيبي. اللهم امين يا غالي يا تاج راسي. الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير. سم لبيه. الله يلبي لك. ابغى اتكلم عن الشيخ علي. الله هذا علي معك. سم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكلوف. الله يحييك تحيه المطر. الله يبقيك ويطول عمرك ويحفظك يا تاج راسي. عمرك يطول على طاعته. وش حالك طيب؟ بخير نحمد الله. ما دمتم بخير وطيبين احنا بخير. الله يطول لي عمرك. شيبانك والربوع كلهم طيبين. والله كلهم بخير ويسلمون عليك ويسالون عنك وعمالك كلهم يسالون عليك والاقال. الله يحفظك يا تاج راسي. الله يطول لي عمرك على طاعته. سلمني على شيبانك وعلى الربع. سلمني على جميع اخوياك وسلم لي على نواف فرزان الشهري. يا عبد وصل وصل يا حبيب اخوه. والله يطول عمرك ولا يهينك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم جميعا ان شاء الله لما يحب ويرضى. الله يسلم عليكم. وصاك اب لابنائه. الله يسلمك. حتى فيما بينكم. وكل واحد يحب اخوه الثاني مثل ما يحب نفسه. الله يبيض وجهك. الله يطول عمرك. ما قصرت ما قصرت اخوي خالد. يسلمون عليك ابو سعيد. الشباب يسلمون عليك كلهم. بتكلمه؟ الله يسلمهم ان شاء الله. سلطان بيكلم. سلطان بن دويحس بيكلم. الله يحييك. كلها يا ابو سعيد. افتح المايك يا سلطان. يا سلطان شغل المايك. يا ابو سعيد. لا تمام تمام. الله يحييك. علي. مرحبا. الله يحييك تحيه الوطن. عساك طيب. بخير نحمد الله ونشكره. وش معناتك ما سلمت الا على الثنائيه حقت عليك؟ لا والله انا سلمت عليكم جميع. الله يرحمك. نعم انت بديت بالجميع صح؟ سلطان يدور المشاكل. كلكم ما تجي اوف يا الله. الله يوفقكم جميع. الله يرضى عنك اخوي خالد. بيض الله وجهك. اسعد اتصالك. اي والله. الله ودعناك. الله وسلم واسلم. الله يحفظك سيد الشيخ. قبل ما نواصل فيه حقيقه توني ادري والله كم متسابق اللي محبوسين. في اربع متسابقين من اخويانا. اربعه. في محمد ابن بندر. ليه؟ محمد المسردي. محمد ابن بندر. محمد المسردي. محمد الطواله بن الصقر. ليه؟ غطهم النوم ما قاموا على الوقت الساعه 4 العصر. ومن المسؤول عنهم؟ المسؤول عنهم الاداره عبد الرحمن الكليب. محمد عبد الرحمن. محمد عيسى موجود. عبد الرحمن. إيه؟ انا يا عبد الرحمن. محمد عيسى يسمعنا. يا عبد الرحمن ومحمد عيسى انا طالبها. خلي لا لحظه لحظه يا شيخ عشان تطلبك توصل. اي نعم يا خالد. محمد عيسى موجود الان. يلا ما راح نكمل.